نسائل على حساب المثلثات. السؤال الأول: أي زاوية حادة يكون جا ألف على جتا ألف بيساوي ظا ألف؟ ظل الزاوية بيساوي جا على جتا، اللي هو المقابل على المجاور. إذا كان س و ص قياسي زاويتين متتامتين، وكان جا س بيساوي 3/5، فإن جتا ص هتكافئ جا س. طبعا هما زاويتين متتامتين، يعني جا س هتساوي جتا ص، هيطلع الناتج برضه 3/5. لو عايز تتأكد أكتر، ارسم مثلث قائم الزاوية كده، قائم الزاوية، وعندي س و ص زاويتين متتامتين، وبيقول لي جا س بيساوي 3/5، الجا مقابل على وتر. بالنسبة لجتا ص اخد مجاور على وتر، تبقى 3/5. نفس الكلام يعني. اذا كان جا 70 بيساوي جتا 2 س، حيث 2 س زاوية حادة، فإن س بتساوي نقطة. هنا الجا بتساوي جتا، يعني الزاويتين المتتمتين، يعني زاوية 2 س دي هتتمم ال 70. 70 زائد كام يديك 90؟ 70 زائد 20، يعني 2 س كلها ب 20، يبقى 2 في 10 ب 20، يعني قيمة س بتساوي 10 درجات. السؤال اللي بعده: لأي زاويتين حادتين أ و ب، إذا كان قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ب ب 90، وزاوية أ لا تساوي ب، فإن جا أ بتساوي جتا ب. إحنا مش شوية ولا، طالما الزاويتين متتمتين يبقى جا الزاوية الأولى بتساوي جتا الزاوية التانية. مفهوم؟ يبقى جا أ بتساوي جتا ب. المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب، فإن جا أ زائد جتا ج، طالما قائم الزاوية في ب يبقى جا أ وجتا ج الاتنين زي بعض متكافئتين، يبقى الناتج يا إما ضعف جا أ أو ضعف جتا ج. ها فين الموجود؟ أهو ضعف جتا ج موجودة، يبقى نختارها. المثلث ه د ه واو قائم الزاوية في ه، أي العلاقات الآتية خطأ؟ هو مثلث قائم الزاوية في ه أهو، د ه واو. هل الظا د في ظا واو بيساوي واحد، صح ولا غلط؟ انت عندك، تعال نحل كل واحدة. عندك هنا ظا د هتبقى عبارة عن مقابل على مجاور، يعني هتبقى هنا هاء واو، الظا د تقول مقابل على مجاور، تقول هاء واو على هاء د، والظا واو مقابل على مجاور، هو د هاء على هاء واو، دي صح. هو عايز الخطأ. طب هاء جا د بتساوي جتا واو، تمام، لأن الزاويتين دول متتامتين، يبقى دي برضه صح. طب هل جتا د بتساوي جا واو، مظبوطة برضه لأن دول زاويتين متتامتين. طب هل جتا د بتساوي جا هاء؟ لأ، لأن جا 90 بيساوي واحد، فتبقى إيه العبارة الخطأ اللي إحنا عايزينها، يبقى نختار الإجابة د. المثلث أ ب ج، إذا كان جا أ بيساوي جتا ب، فإن قياس زاوية ج بيساوي نقطة. طالما جا أ بيساوي جتا ب، يعني زاوية أ وزاوية ب متتمتين، يعني مجموعهم الاتنين 90، يبقى زاوية ج هتبقى ب 90 درجة، يبقى ناخد الإجابة إيه؟ د. ماشي؟ الشكل المقابل: إذا كان ب هاء متوسط في المثلث أ ب ج، وب هاء بتساوي 5 سنتيمتر، و أ ب بتساوي 6 سنتيمتر، اوجد جا ج، عايزين نجيب ج بالزاوية ج. ناخد بالنا يا ولاد ان باء هاء عمودي على القطعة ألف ج وبينصفها، وساقط من الوتر، من رأس القائمة إلى الوتر، منتصف الوتر، يبقى طوله بيساوي نص طول الوتر، يعني ألف ج كلها تبقى بعشرة، يعني القطعة هنا تبقى 5 وهنا 5، لأن ده متوسط. هو عايز يجيب الزاوية ج، الجا بيساوي المقابل على ايه يا ولاد؟ المقابل على الوتر، تمام؟ طيب هل دي عمودية ولا لا؟ هو قال لك ان هي في المنتصف، هو متوسط بس مش عمودي، يبقى انت لما تيجي تحلها تحلها في المثلث الكبير، يعني تقول جا زاوية ج والمقابل على مين؟ على الوتر، يبقى 6/10، تتبسط تبقى 3/5، يبقى جيب الزاوية بتساوي المقابل على الوتر، 6/10، 3/5. السؤال اللي بعده: ظا هاء في جتا هاء، تعالوا نحلها. ظل الزاوية عبارة عن جا على جتا، يعني هنا عبارة عن جا هاء على جتا هاء. في جتا هاء هتختصر جتا هاء مع جتا هاء، يتبقى معاك ايه؟ جا هاء. في الشكل المقابل: جا أ زائد جا ج بيساوي نقطة. تعالوا نحسبها يا ولاد، احنا عايزين نجيب جا أ وجا ج. جا أ تبقى بكام؟ وجا ج تبقى بكام؟ ويجمعوا. عشان أجيب جا أ لازم أجيب مين؟ البيه ج، أجيبهم في صورس،
هاخد الوتر ده اربعه اللي هو 25 واربع السبعه واطرحهم اجيب الجذر 25 واربعه ونطرح واجيب الجذر يا ولاد. 25 تربيع ناقص 7 تربيع واجيب الجذر التربيعي للناتج يطلع 24، يعني القطعه اللي عندي هيطلع طولها 24 سنتيمتر. تعالى نجيب جا الف كده، هنقول المقابل زود الف اهي يا ولاد، يبقى المقابل ليها ب 24 والوتر ب 25، يبقى 24 على 25. وهنا هنجيب جا ج، اقول المقابل على الوتر يبقى 7 على 25، اقوم كاتب 25 في المقام واجمع 24 زائد 7 يديني 31، يبقى اجابتك 31 على 25. تمام. الشكل المقابل مثلث ا ب ج، عندي ا ب بيساوي ا ج، مثلث مساوي الساقين، يعني زاويه ب زاويه ج زي بعض. يقول لي هنا ج ب في جتا ي ناقص جتا ب في جتا ج. ازاي نحل دي يا اولاد؟ عشان احل المساله دي لازم اعمل عمل اسقط عمود كده، يعني هيبقى عمودي على القطعه عند نقطه ايه د. طيب ازاي اجيب ج ب ج ب وجتا ج؟ هنجيبها ازاي يا ولاد؟ الجا ده هجيبها من ايه؟ بص كده، جا ب هجيبها من المثلث القائم ده اللي هو المقابل على الوتر، يعني اقول له ا د على الالف ب. طيب الجتا ج ج اهي، هجيبها من المثلث اللي هنا، اقول له المجاور على الوتر، يبقى د ج على ا ج. كمل معايا كده، ناقص جتا ب، الب اهي، تقول له جتا مجاور على الوتر، تقول له ب د على الوتر اللي هو ا ب. طب الجاي ج ج اهي، تقول له المقابل على ايه؟ على الوتر اللي هو ا د على ا ج. طيب احنا عندنا يا اولاد المستقيم المرسوم من راس المثلث مستوي الساقين عمود على القاعده بينصفها، يعني معنى الكلام ان ب د وده ج زي بعض. تمام. طيب هنا ا د على ا ب، ا د ا ب اهي، وهنا د ج على مين؟ على ا ج. طب هنا ب د شايفها على ا ب، وبرضو عندنا ا ب والالف ج زي بعض، يعني القاعده دي زي القاعده دي، القاعده دي زي القاعده دي. نقدر ان احنا ايه نبسطها، يعني المقام ا ب تبقى مثلا ا ب تربيع هنا و ا ب تربيع، لان المقامات متجانسه، فاهمين؟ طب ا د في ا ج، ا د اللي عندك وايه؟ وال د ج وال ب د وال ا د، ب د اهي وال ا د، عايزين نطرحهم من بعض. لاحظ ان ا د لما تتضرب في د ج و ب د تتضرب في ا د، ما هي الكميه اللي زي دي؟ ما هو ا د، بص حط لي المقامات، اكتب لي كده المقام زي ما هو، لان انت بتطرح مقامات متجانسه، تقول ا ب في ا ج، اكتب المقام كده واطرح البسط ناقص البسط. لما اطرح البسط ناقص البسط ممكن اعمل ايه؟ اخد ال ا د عامل مشترك، ويبقى عندي د ج ناقص ايه؟ ال ب د. طب ما ال ج وال ب د زي بعض، يعني دول بصفر، صفر في اي عدد بصفر على اي عدد بصفر، يبقى الناتج هيطلع بايه؟ بصفر. يبقى احنا جينا حليناها يا ولاد، عوضنا في القاعده ولاحظنا ان د ج و الب د دول قد بعض، فلما اطرحهم من بعض هيديك صفر. فهمتوا؟ او ممكن من غير طرح ولا اي حاجه، انت عندك هنا المقام زي المقام، يعني الكاس ده مقامه زي المقام والبص زي البص، لان ال د لو شلنا د ج دي وكتبنا مكانها ب د، اصبح الكسر ده هو نفسه الكسر ده، فلما يطرحوا من بعض يديك صفر. تمام. طب السؤال اللي بعده، لاي زاويه حاده يكون ج ا ناقص جتا ا في ظا ا بيساوي نقط؟ حبايبي ج ا سيبها زي ما هي. طيب جتا ا سيبها زي ما هي. طب الظا ا خليها ج على جتا، ج ا على جتا ا، يبقى الجتا هتقوم رايحه مع الجتا، يبقى ج ا ناقص ج ا ليها بصفر اهي. طب السؤال اللي بعده، المثلث ا ب ج قائم الزاويه ب، وكان ا ج ب 15 سنتيمتر وجاء ا 3 على 5، فان ا ب كام سنتي؟ دي هتحتاج انت ترسم بس مثلث صغير كده قائم الزاويه ب اهو، ولا ا ولا ج. الالف ج كانت بكام؟ 15. طب الجا ا بيساوي 3 على 5، طب ما هي 3 على 5 دي عباره عن 3 على ايه؟ 15، يعني 3 دي المفروض تبقى 9. تاني كده يا اولاد ركز معايا، ركز عشان تفهم.
هو بيقول لي ان الجي ا 3 على 5، يعني رسمت المثلث ثاني كده على زاويه ا اللي قبلها ب3 وده 5، فال5 اتحولت بقى 15، يبقى ال3 اتحولت تبقى 9 عن طريق ضرب في 3. طب عشان تجيب بقى الالف ب محتاج تجيبها من فيثاغورس، يعني تقول 15 تربيع ناقص 9 تربيع، 15 هنربعها على الآلة تبقى 225 ناقص 9 تربيع اللي هي 81، هتقول 225 ناقص 81 تطلع 144، تجيب الجذر بتاعها يديك 12 سنتيمتر. يبقى القطعة ألف ب طولها بكام؟ ب 12 سنتيمتر. مفهوم؟ مثلث س ص ع فيه قياس زاوية س ب 85 درجة، ج ص بتساوي جتا ص. طب ما هي الجا والجتا زي بعض اهم يا ولاد، يعني الزاويتين دول متتمتين، يعني الصاد هي نفسها الصاد والاتنين مجموعهم 90، يبقى كل واحدة فيهم ب 45. هو عايز عين بقى، المثلث ده في زاوية س وص وعين، عشان اجيب زاوية عين اجمع قياس زاوية س اللي هو 85 وال 45 واطرحهم من 180، يبقى اقول له 180 ناقص مجموع ال 45 وال 85 مجموعهم ب 130، يبقى 180 ناقص 130 يديني 50 درجة. تمام؟ لأن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث بتبقى 180 درجة. طيب السؤال اللي بعد، مثلث قائم الزاوية في ب، ارسم مثلث كده قائم الزاوية في ب، هنا أ وهنا ج. بيقول لي إذا كان 3 أ ج بيساوي 5 ب ج، يعني الألف ج دي نسبتها 5، أ ج تبقى 5، والب ج نسبتها تبقى 3. يبقى الألف ب من فيثاغورس تبقى بأربعة، لأن هنقول 5 تربيع ناقص 3 تربيع، 5 تربيع ب 25 ناقص 9 ب 16 جذرها بأربعة. هو عايز بقى ظا أ تقول له المقابل على المجاور يبقى 3 على إيه؟ على 4. السؤال اللي بعده، أ ب ج مثلث في قياس زاوية ب ب 90 درجة، أهو أ ب ج مثلث، بيقول لك 3 ظا ج بتساوي ناقص 4 بيساوي صفر. معنى كده ان الظا ج هتبقى ب 4 على 3، يعني تبقى عكس الاشاره ونقسم على 3. يبقى انت جبت الظا بتاع زاويه ج تقول المقابل على المجاور 4 على 3، يبقى الجيم ده من فيثاغورس يبقى ب 5. هو عايز يبقى هنا منك بيقول لك 25 في جا ج في جتا ج، تقول له هنا 25 جا ج ج اهي، تقول المقابل على وتر، يعني 4 على 5، والجتا ج مجاور على وتر اللي هي 3 على 5. 5 في 5 ب 25 تروح مع 25، بقالك 3 في 4 تبقى ب 12.